بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا هنتكلم عن محاضره مهمه قوي اسمها physiological changes in pregnancy. والمحاضره دي يعني انا بعتبرها اساس ان انت تفهم medical disorder of pregnancy. physiological changes بتحصل مع البريجنسي ده بتشمل كل حاجه في جسم السيده من اول شعر راسها لحد ضفر رجليها. فالرسمه دي هنلاقي مثلا حاجات كثيره قوي وحاجات كثيره بتحصل موجوده، فاحنا هناخدها واحده واحده كده عشان نشوف الدنيا اخبارها تمشي ازاي. هناخد شوية أسئلة كده عشان نشوف الـ background بتاعتنا. which is the following is not a characteristic of normal pregnancy. cardiac volume بيزيد 10%، ولا الـ ECG shoot deviation to the left، أو الـ wrist pulse بيزيد 10 mg/min، arterial blood pressure and vascular resistance increase، the heart is displaced upward and to the left، which is true and which is false. الدرس ده عشان نذاكره كويس وعشان نقرا كويس، فهنمشي سيستماتيك ابتداء من الجينيتال سيستم، بعد كده الكارديوفاسكولار سيستم، بعد كده الريسبيراتوري سيستم، يورينري تراك سيستم و او يورينري سيستم، وبعد كده نيورولوجيكال سيستم وميتابوليك اند الكرينال changes. فيميل ريبرودكتيف سيستم بنتصل فيها ان البلود فلو لاي اورجان بيزيد. لما يكون البلود فلو بيزيد لاي اورجان يبقى السايز بتاع الاورجان هيزيد، الفانكشن بتاعته بتزيد كمان، والطبيعي ان الكالر بتاعه بيختلف من النورمال كالر. دي لما يكون البلود فلو بيزيد شويه بيبقى حاجه اسمها بنسميها اللي هو اللون الفايولت color او اللي هو مايل الى السرقان شويه. هنلاقي الحاجات دي في الفيميل جينيتال سيستم كده من الفالفا والفاجينا، السيرفكس، اليوترس، البيتيوب. لو خدنا الفالفا والفاجينا هنلاقي تشينجز في الكالر بتاعها، هنلاقي في تنس تو ديفلوب فاريكوزي في الفالفا، فالفا فاريكوزي، هنلاقي ان التمبريتشر بتاعتها بتزيد شويه نتيجه انكريست فلو. طبيعي في التشينجز اللي بتحصل في الفجانه بنسميها حاجه اسمها شادو ساين، اللي هو الكالر تشينجز في الكالر بيبقى ديب شويه، بيبقى فايولت شويه، او بيبقى والمانوس بتاعها بيبقى مور شويه. تمام، بالاضافه الى في انكريز سكريشن بتاع السيرفايكال جلاند، السيرفايكال جلاند فبتؤدي الى حاجه اسمها الليكوريا، اللي هو انكريز وايت سكريشن اللي موجوده في الفجانه. يبقى في البالب والفاجينا دي تشينجز بتحصل، انما في السيرفكس هنلاقي في 3 سي الاختصار بتاع السيرفايكال اوبيركولام اللي هو الميوكس بلاج اللي موجود في السيرفكس اللي بيقفل السيرفكس عشان له فايده طبعا عن البريفنت اسيد انفكشن والحاجات دي كلها، ومش بيتحرك خالص الميوكس بلاج ده الا مع السيرفايكال دايليتيشن وانس دخلت في ولاد. ففيها حاجه اسمها سيرفايكال اروجن اللي هو التشينجز من الستراتيفاسيك ميسيليم للكولومنر ميسيليم نتيجه الهرمون التشينجز بتاع الحمل، يبقى فيها سيرفايكال هايبرتروفي شويه، يبقى تريبل سي موجوده في السيرفس. انما بالنسبه لليوترس فهنلاقي اول حاجه اليوترس هنلاقي السايز بتاعه بيختلف طبعا، والسايز بتاعه والشيب بيبقى 3 اسم، يبقى السايز بتاعه ابتداء من بالبيلفيك اورجان الاول، وبعد كده بيبقى ابدومينال اورجان، وبعد كده بيبقى بيلفيك اورجان، بيبقى ابدومينال اورجان سوري. طبعا بيختلف عن سيس 12 اسبوع، عند الابلكس 24 اسبوع، عند السيستم بيوصل لحد 36 اسبوع، ده بالنسبه للسايت اند سايز بتاعه. بالاضافه الى الكونسيستنس بتاعته طبعا بتختلف، جريدوال ديكريزنج، جريدوال سوفتنج دايما في مع اليوترس لحد ما توصل للكونتراكشن، يعني لما الست تخش في ولادك بتبتدي تبقى هارد شويه. تمام، بالاضافه الى طبعا ان السيرفكس بيبرسو بيزيد من حاجه اسمها 50 ل 500، من 50 ملي ملي في الدقيقه ل 500 او نص لتر ملي في الدقيقه. عارفين يعني ايه نص لتر في الدقيقه؟ يعني بلاد فلو جامد جدا
فبالتالي السيدة دي لو حصل قدر الله إن ما حصلش contraction كويس وما حصلش occlusion أو obstruction للبلد فيزلز دي، يبقى السيدة دي هتنزل حتى الموت فيما يعرف حاجة اسمها atonic postpartum hemorrhage. وده بيخلي اليوترس بيقسم الى او ديفلوب تو بارتس، الابر ترانس سيجمنت واللور ترانس سيجمنت. الابر ترانس سيجمنت الحاجه الجوهريه الفاصله ما بينهم، ان الابر ترانس سيجمنت اللي هو بيتكون من 3 layers of muscles اللي هو الانر سيركل اوتر ميدل ترليسنج فيجر اللي هي بتعمل حرف 8، بتبقى البلود فيزل بتخش في السيركل بتاع حرف 8 دي عشان تقفلها وانس حسب كونتراكشن فيها زي ما بيحصل بعد كونتراكشن بيحصل بعد الولاده وبعد الدليفري بالبلاسينتا عشان تمنع البوستبارتم هيموراج، بنسميها ليفنج ليجيتش. انما اللور ترانس سيجمنت للاسف مش فيها الحرف الثمانيه دي، فعشان كده بتبقى سين عن مور سين عن الابر ترانس سيجمنت اللي هو بيعمل سيزرين سيكشن فيها، لان هي بتبقى ريلاكس بتبقى باسيف ما فيش فيها يوترين كونتراكشن، فبالتالي الليفنج بتاعها بيبقى احسن. البريتون اللي لازق بيها بيبقى لوز بريتون، نقدر نعمل دايسكشن، واحنا بنعمل دايسكشن البرادر بننزلها تحت. الحاجات دي مهمه قوي فيما يعرف حاجه اسمها بلاسينتا بريفيا اللي هي بتبقى اللور امبلانتيشن للبلاسينتا، البلاسينتا في اللور تراين سيجمنت. طبعا اللور تراين سيجمنت بتكون حاجه اسمها الاسمس، الاسمس اللي هو عباره عن 1 سنتي ما بين الهيستولوجيكال اند اناتوميكال انترنال اوس، وبتبقى ستارت ديفلوب مع بعد 28 اسبوع، وبتبقى ممكن توصل اب تو امبليكس 10 سنتي 10 15 سنتي اثناء الولاده او في السكند ستيج اوف بيبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الخاصه في اللور تراين سيجمنت هنقولها بس يعني في محاضرة تانية إن شاء الله لما نجيلها بإذنك يا رب. يبقى الشيزر تيست فيتر أساسا يبقى السايت والسايز والشيب والكونسيستنسي، وبعد كده الديفلوبمنت بتاع الأبر ترين سيجمنت أند لور ترين سيجمنت. أوكي طيب أوكي. في طبعا فيسيولوجيكال شيزر تيست مع البريست، ونلخصها في الفيرست تشينج يبقى فيرست ترمستر وسكند ترمستر وثيرد ترمستر. فيرست ترمستر انكريز سايز طبعا اكيد ليه؟ لان انكريز البلاد فلو. في السكند ترمستر انكريز البيجمنتيشن، لان خلاص بس انت بتتكون وبتدي الهرمون اتش يطلع والميلانوسايتس هرمون والحاجات دي كلها بتطلع، فبيبقى انكريز البيجمنتيشن، فهتلاقي في دارك فيرولا، هتلاقي في سكند فيرولا بدات تتكون. في السيترا بس هنلاقي في حاجه اسمها كوليسترول سيكريشن، كوليسترول سيكريشن اند ميتوكوندري فوليكلز اللي عباره عن 12 ل 20 فوليكلز كده في السيترا. ده الفرق ما بين نون بريجننت ايرلي بريجننسي اند ليت بريجننسي. طبعا يجي جزء مهم قوي اللي هو الهيمودايناميك او كارديو اسكار تشينجز في السيترا مع البريجننسي، الحقيقه دي مهمه قوي وهنقسمها على حسب السيركولاتي سيستم بالس بلود بريشر، البالس بلود بريشر، وبعد كده الكارديك اوتبوت، وبعد كده الشيب بتاع الهارت او البوزيشن بتاع الهارت نفسه، بعد كده الكومبوننت بتاع البلود نفسه البول البلازما والار بي سيز والكروتينج فاكتور. باختصار اهو يبقى نيجي واحده واحده بس البالس ريزيد ارجل كونسيشن بيدرمن. تمام بلود بريشر، بلود بريشر بياخد الكيرف بتاع الفيرست ترمستر بيبقى ثابت، السكند ترمستر بيبتدي ينزل، الثيرد ترمستر بيرجع تاني نورمال تاني. تمام يبقى ثابت بيقل وبعد كده بيرجع تاني. لما تشينج البلود بريشر هتيجي 2 بي اللي هو البروسترون افكت، بيعمل ريلاكسيشن للماسلز بتاع البلود فيزز. تاني حاجه ان تاني حاجه اللي هو البلاسينتال افكت اللي هي بتعمل اكت از ارتيريو فينس شنط كارديك اوت بوت. ثالث حاجه كارديك اوت بوت طبعا بتزيد، كارديك اوت بوت بتزيد بنسبه بي، لان كارديك اوت بوت حاصل ايه؟ حاصل ضرب ستروك فوليوم في حاجه اسمها الهارت ريت. طبعا الهارت ريت بيزيد تمام، والستروك فوليوم ده انت عندك هايبر دايناميك سيركوليشن فبتزيد، فبالتالي الكارديك اوت بوت بتزيد بقى.
اهم فترات الكارديو اللي بتزيد فيها عند الايرلي بريجنسي عند 28 اسبوع وعند الولاده، كل ما عند الولاده نتيجه الميوتراين كونتراكشن والاكزوشن والستريس اللي بتبقى موجوده فيه. فعشان كده التشينجز اللي بتحصل دي بتبقى صعبه قوي او ممكن تافكت العينه لو عندها كارديك بروبلم. فعشان كده اي عينه كارديك دي هاي ريسك بريجنسي من الاول خالص. يبقى ثلاث الفترات اللي بتمر بيها الايرلي بريجنسي نتيجه الميوتراين تشينجز اللي بتحصل معاها بعد 28 اسبوع، لان الكارديو بابوت اكتر فتره بتزيد فيها بتوصل لحد 30-50%. وبعد كده عند الولاده في اي مرحله من فترات من فترات الولاده وبعد الولاده برضه في تشينجز معاها. تمام. نيجي للكومبوننت بتاع اللي هو البلازما. البلازما فوليوم بيزيد حوالي 30%. وللاسف الزياده في البلد البلازما فوليوم لا يقابلها مش نفس الزياده بتاع الكومبوننت بتاع البلد زي الانبسيز مثلا بتزيد ب 10%. فعشان كده بيحصل حاجه اسمها فيسيولوجيكال انيميا او دايلوشنال انيميا مع الحمل. اوكي. دي تجميع البلد فوليوم بيزيد 30%، البلازما فوليوم 45%، كارديو بابول 30-50%، الستريك فوليوم طبعا بيزيد، الاتريك بيزيد، و كارديو كولبوت بيزيد انتربرس في الفيرست ترامستر في 20 ماكسيموم يعني بعد 28 اسبوع من 30-35%، وبعد كده بتزيد عند الليفر. طبعا البلود بريشر لما اجي اقيسه لازم تكون في سيم سيتنج بوزيشن، لازم بقيس الفيرست هارت ساوند اند فيرست هارت ساوند فيرست كورد ساوند 190، ده معناها هايبر تنسس اوردر وذ بريجنسي، وي شود بي ريكوردد في اي عينه حامل حضرتك بتشوف. لو لقيتها السيده دي عندها هايبرتنسيف او دخلت في الكاتيجوري بتاع هايبرتنسيف ويندوز بريجنسي، لازم اعيد البلود بريشر بعد 6 ساعات على الاقل، يعني عشان تكونفير ان هي هايبرتنسيف قبل ما تخش في ما دخلك في الكاتيجوري. طبعا دي الهيماتولوجيكال تشينجز تجميع عليها كل اللي احنا قلنا عليه. يهمني في الكومبوننت بتاع البلود نفس الجمله دي، ان البريجنسي از هايبر كواجلوبال ستيت. بريجنسي اجين بريجنسي از هايبر كواجلوبال ستيت ليه؟ بيكوز ات بروفايد اول انجل اوف ذا كاوز ترانجل. تاني بريجنسي از هايبر كواجلوبال ستيت بيكوز ات بروفايد اول انجل اوف ذا كاوز ترانجل. إذا كان سانج ده قالك عشان يحصل فيه بلوت كوتينج لازم يحصل فيه اندوثيليال انجري، يبقى فيه هايبركوجلوبال او هايبركوجلوبال ستيت، او يبقى فيه فيناستيس. الحمل بيدي بروث الثلاثه اصلا بتاع الكاو سانج، فهنلاقي فيه اندوثيليال انجري لو سيده بتولد سواء نورمال او سواء سيزيريان سكشن، هنلاقي فيه الستيزس ميكانيكال تشينجز مع الميكانيكال بريشر على فينس بيلفي فينس باللوتراس بين المكونات بتاعته، هنلاقي في هايبر كواجلوبال ستيت تقريبا كل الكروتين فاكتور بتزيد مع ده واحد او اثنين. دي كل التشينجز اللي بتحصل مع في دورينج بريجنسي وتؤدي الى الهايبر كواجلوبالتي. رويال كوتشن بسيستيكال جينيكولوجي دايما تقريبا المعدل بتاع كل ثلاثة او اربع سنين بتدي جايد لاينز اسمها سترونج فاكتورز ويز بريجنسي، انت تدي في اول حمل ولا بعد 28 اسبوع ولا كده حاجات تبص في ريد كاب يعني. اوكي. طبعا في حاجه اسمها سوبران هايبوتنسيس سندروم نتيجه ان الميكانيك كومبريشن على الكافا، عشان كده لو الست هتنام يفضل ان هي تنام في الليترال بوزيشن. بنفس الكريتيريا بتاع الكارديوفاسكو سيستم هنمشي مع الدستون سايمون جي تي من اول الماوس لحد من اول الماوس من حد الستومك لحد سمول تيستنج لارج تيستنج. فهنلاقي فيها في الماوس هنلاقي فيها انكريس سليفيشنز، هنلاقي فيها في مورنينج سيكنس، هنلاقي فيها نزل تحت شويه هنلاقي فيها انديجيشن، هنلاقي فيها هارت بير، هنلاقي فيها كونستبيشن، هنلاقي فيها تنس كل فايلز نتيجه ميكانيك بريشر. كل الحاجات دي كلها النتيجه بتاعتها او السبب بتاعها عشان البورسون افكت. بورسون افكت تاني حاجه سيدنتري لايف السيده بتحرق during فتره الحمل. تالت حاجه deficiency في certain hormones زي الموتيلين هرمون اللي هو ممكن يؤدي الى deficiency في
الديستاينال موفمنت. طبعا الجزء بتاعها اللي بيدي البرسون كراودنج ميكانيكال بريشر او يبقى البرسون بريشر افكت طبعا خصوصا في الهارت ويت، وده كومن كومبلين للسيده الحامل، وديكلاين الموبيليتي بتاع الجسم نفسها. نيجي للورينري تراكت سيستم، هنقسمها برضه رينال يوريزر يورينري بلود. الرينال فهنلاقي فيها ان البلاد فلو بتاعها بيزيد من 10 ل 20%، فبالتالي الهرمون فلتريشن ريت بيزيد، فهنلاقي فيها حاجه اسمها فيسيولوجيكال جلوكوزوريا موجوده هنا. السايز بتاع الكدني بتزيد نتيجه طبعا البلاد فلو بحوالي سنتي 1.5 سنتي. هنلاقي فيه ان اليوترس بيبقى ان اليوريتر بيبقى دايليتد اند تورشوس ولونجيتد نتيجه حاجه تو بي بروسون افكت البريشر افكت and pelvic portion hypertrophy like triple P ده بتسبب كل ده بيسبب ستيزيس في اليورين. لما يحصل في ستيزيس يبقى في liability للورين تراكت انفكشن سواء لور تراين لور تراين تراكت انفكشن او ابر تراين تراكت انفكشن. البرادر هنلاقي فيها the frequency of maturation، وده بيحصل في جزئين او في مكانين في early pregnancy نتيجه الهاي بريميا اللي بتحصل increase blood flow في late in pregnancy نتيجة mechanical pressure بتاع mechanical pressure بتاع الهيد أو بتاع راس البيبي على المثانة. طبعا في physiological glycosuria ممكن تحصل، وفي حاجة اسمها aseptic micro مش هنقول لا يعني increase the instance بتاع urinary tract infection نتيجة changes اللي بتحصل والسيزس اللي بتحصل في urinary tract system. cutaneous changes أهمها طبعا ناخدها واحدة واحدة. من أول الهيدن تنك نلاقي في حاجة اسمها كولازما جراجديرم. الكولازما جراجديرم ده مش specific قوي للحمل، ممكن تحصل مع الماتروسينوس، ممكن تحصل مع السيميكروبس. هنلاقي في الأبر لمبولار لمب increase pigmentation بالإضافة إلى tenderness to develop أو visible vein أو tenderness to develop varicose vein. هنلاقي في البريست مثلا visible veins موجودة هنا. هنلاقي على الأبدون هنا هنلاقي في striae gravidarum، دي اسمها striae gravidarum بتحصل طول فترة الحمل أو stretch marks. والخط اللي الدارك ده اللي هو اسمه لينيا نيجرا. كل الكوتينس changes نتيجة الميلانوسايتس موتينج هرمون وبالاضافه الى الاتش جي له هاز ميلانوسايت سيميتنج هرمون افكت برضه. اوكي الابدومينال تشينج او الايكوتينس تشينج بس الابدومين دي مش بريجننسي، ممكن تحصل مع اي حاجه تاني اي حاله بيسكليس انتر ابدومينال بريشر. ريسبيراتوري تشينج بتحصل مع البريجننسي مهمه، والبريجننت بيشنت هاز ا دمينيش كاباسيتي تو توليريت ابن عايزين يعني نحط في دماغنا قوي ان السيده الحامل ما تقدرش بالبلدي تكتم نفسها كتير. ليه؟ لان عندها المخزون بتاعها اللي بتخليها تتنفس، وهي كانت منافسها او الاكسجين سبلاي قليل شويه معاها، عشان كده احنا بنسميه ايه الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، تمام، اللي هو الاير تانك بتاعنا. فلو جينا للصفحه الصغيره دي بتمثل الاير كاباسيتي بتاع السيده الحامل، انما دي بتمثل السيده وهي مش في وضع الحمل. اوكي فبالتالي الاكسجين كونسومشن بيزيد، التايد الفوليوم بيزيد، انما الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي بتاعتها بتقل. طب ليه تهمنا في حاجه؟ تهمنا قوي 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 قوي. ليه تهمنا قوي؟ ليه تهمنا في ايه؟ لما ست تخش في ولاده او لما يبقى في انستيزيا هتقول قصريه ولا حاجه، لازم دكتور التبديل يديها اكسجين زياده قبل ما تنام. قبل ما تنام ليه؟ لان هي لو نامت ممكن تخش في هايبوكسيا كتير قوي بسرعه قوي، فالهايبوكسيا ده بتاثر على البيبي. فدكتور التبديل بيديها على الاقل حاجه اسمها بري اوكسجينيشن before induction of general anesthesia is mandatory to avoid hypoxemia in pregnant patient. Okay, okay. طبعا changes في endocrine system كل نتيجة البلاسينتال هرمون، و أهم من أهم البلاسينتال هرمون اللي هو البلاسينتال لاكتين اللي هو act as anti-insulin. ونحفظ الجمله دي مع بعض. البريجنسي از ادايبيتوجينيك ستيت، ليه؟ لان في نوع بلاسنتا لاكشن اللي بيتفرز من البلاسنتا حتى انسولين، بالاضافه الى في
tendency for أو to develop insulin resistance, insulin secretion بيزيد بس resistance بيزيد برضه. أوكي. طبعاً metabolic changes general metabolic طبعاً البيز metabolic بيزيد بحوالي 30%، البروتين metabolism في positive nitrogen balance، كل حاجة بتخزن جوه الجسم عشان المولود اللي هيتكون ده وباحتياجاته بالكربوهيدرات بالحاجات دي كلها. كربوهيدرات ميتابوليزم طبعا في انسولين سكريشن زي ما قلنا بتزيد بس الريزستنس بتاعته بتزيد برضه. فات ميتابوليزم في 3 ل 4 كيلو فات ستور ديورنج بريجنسي موصل من قبل نقول بريست ويل سايت. طبعا التوتال او الوزن قد ايه السيده جين ديورنج بريجنسي ده بيعتمد على البري بريجنسي بادي ماس اندكس بتاعها، فبالتالي لو هي اندر ويت فالافرج بتاعها من 12 ل 18، لو هي نورمال ويت من 11 ل 16، لو هي اوفر ويت من 7 ل 11 ونص، لو هي اوبيس بتبقى من 5 ل 9. يعني بمعنى كل ما كنت تخينه كل ما تزيد قليل اثناء الحمل. طبعا الزياده دي نتيجه الفيتا سوبلسينتا والاميون واللوترس والحاجات كل الحاجات اللي بتحصل during pregnancy. nervous system disorder من الحاجات المهمة برضو، فهنلاقي أهمها الصداع، يبتدي دايما تشتكي من صداع وصداع وحاجات من دي. ويهمني إن فرق ما بين الصداع الفسيولوجيكال والصداع اللي هو الباثولوجيكال اللي هو أصلا أساسا مرتبط بالضغط العالي اللي هو البريكلامس. يعني البريكلامس بتتميز بالسيمتومز بتاعتها بيرزيستنت هيدك، ممكن يبقى دايما أوكسيبيتال. حاجة تانية الكاربوتونال سيندروم نتيجة سوديوم هيدروكلورايد ريتنشن، فبيبقى فيها يعني تنميل في الاماكن اللي بتغذى بيه الميدل نيرف. اريتابيليتي اند انسوميا ده بيختلف من واحده للثانيه. ماسكوسكليتال سيستم في ماسك كرامب او ليج كرامب دي هيكون كومبلين بتحصل للسيده الحامل. دي غالبا ديفيشنسي في المغنيسيوم والكالسيوم ولامبر لوزس لوب باك بين كل، عشان كده المفروض ما تلبسي قوة عالية وتلبس ما تلبس حاجات تايت وتلبس حاجات كومفورتبل. كل الحاجات دي بروبوشنز ممكن السيدة بنتها لها. أتمنى نكون أفدناكم، ولو في أي سؤال في التعليقات إن شاء الله مع بعض، وشكرا جزيلا.